انا معايا على التليفون حد برضو من اللي بيعملوا بصباحهم كده في المحاضرات جامد برضو، كابتن كشري. حبيبي حبيبي يا نجم الاعلام. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام. انت ايه رايك في المدرب بتاع الاهلي ولغايه الاهلي دلوقتي الاهلي ما اتكلمش؟ يعني حاجه غريبه جدا. والله انا سامعك ولسه كنت بتكلم مع ناس قريبه مني، بقول لهم اول مره اشوف ان المدرب بيتعرف ان هو جاي من خلال الاعلام ومن غير ما النادي يصرح. يعني المعلومه خد بالك احنا بقى لنا 48 ساعه، يعني كتير. وبعدين عرفنا انت عنه كل حاجه، عرفنا كل حاجه يا كابتن. انت تركت للناس كل واحد يقول حسب قدرته على انه يجيب معلومات، في واحد بيعرف يجيب المعلومات كامله، في واحد بيجيب نص معلومات، في واحد بيجيب ربع معلومات، فبيبني رايه على ما عنده من معلومات. فاللي بيفطس، اللي مطلعه سي بي سيء، انما الاهلي كان يجب ان هو يقول ان تم اختيار المدرب لانه كذا، معايير الاختيار كانت كذا، صح ولا غلط؟ يعني كل دي حاجات كانت لازم تطلع. لا ده كلام مظبوط. لا لا لا، ودي سياسه الاهلي طول عمرها. ما انا ما اعرفش الصمت ده ليه، يعني دايما سياسه الاهلي بتشتغل في صمته، ولما بتيجي تعمل حاجه ما هو يعني صمت حتى يتم الاعلان يا كابتن. بس اعلن امبارح. ايوه ما انا قصدي كده، يعني ما بيتكلموش الا لما بيعلنوا ويقولوا وخلاص. هو البرتغال، وعلى فكره منطقي ان اعلام البرتغال يتناوله الصحافه، لانه الراجل في النهايه بيدرب هناك في الدوري نادي وبيسيبه وبيقعد مع المسؤولين وبيفسخ العقد وبيدفع شرط جزائي، دي مفاوضات طبيعيه يعرفها الميديا هناك في البرتغال. يعني طبيعي، يعني الناس كلها بتتعلم من النادي الاهلي. يعني انا حتى مستغرب ان بدات بقالها 48 ساعه الناس بتقول وعرفنا المدرب وعرفنا جاي امتى وبيدرب فين. يعني دي اول مره اشوفها بصراحه، ما اعرفش يعني دي مش اسلوبنا. وفعلا حطت المدرب في كلام كتير قبل ما يبدا، ما ده كان قصدي. يعني ما ده ياما بوظت، ياما حاجات زي كده باظت بسبب الـ يعني تسريب بعض المعلومات. او ودي مش طبع النادي الاهلي الا بقى لو الاهلي فاجئنا انه مش ده اللي جاي، انه مش هو. يعني يبقى مقلب حرويه بقى، عارف انت المقلب الحرويه، يبقى الاهلي عامل فينا مقلب العمر ده والله العظيم. واحنا قاعدين نجيب سيفيهات ونجيب فيديوهات ونعلن ونتكلم ونهري، وفي الاخر الاهلي يقول لك زكي جمعه تاني خالص. يعني كل الانديه وكل الناس دايما بتشيد بسياسه الاهلي وبأسلوبهم، لكن واضح ان في حد بيحاول. يعني اي نعم السوشيال ميديا النهارده اختلف وبقى مفتوح جدا، بس برضه يعني الاعلان على المدرب من خلال بعض الناس اللي اصل كابتن خلاص الخبر طلع من البرتغال، فالموضوع خلص. يعني مش احنا مش قاعدين نتوقع ونتكهن، ده هنا الصحافه ايبولا دي الجريده البرتغاليه كتبت كل حاجه من امبارح. بالظبط. وحتى يعني هناك المسؤولين يعني. المسؤولين حتى في النادي بتاع البرتغالي صرحوا وقالوا ان هو قال ان جاي له عرض من اكبر نادي في افريقيا ومن النادي الاهلي، وان هياخد مساعدينه معاه، وان هيقعد عشان يفسخ العقد، وان شرط الجزاء 250,000 يورو، وان بيحاول يوصل لاتفاق مع النادي بتاعه. كل ده اتقال في الجرايد هناك. كان وجهه نظر ان الكلام ده يطلع من النادي الاهلي، ان خلاص بصدد يجيب مدرب كذا كذا خلاص، يبقى النادي الاهلي اللي قال او خلص معاه كانت هتبقى افضل، وكانت مش كده؟ خلاص هتنهي الكلام. طبعا. طب خليني يعني ده في الاخر احنا هنتكلم كده زي المحكمه كده، في الشكل وفي المضمون. تمام، ده الاطار الشكلي للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه انا وانت دلوقتي. لكن مضمون الموضوع، هل شايف انه وانت انا بكلمك طبعا كابتن كوشر، انت راجل مدير فني ومرنت دوري ممتاز ولك تاريخك مع النادي الاهلي وفاهم المطبخ يعني الاهلاوي. أيوة. فكره ان انت الاهلي مدرسته في السنين الاخيره ان بيجيب مدرب نص معروف، مش معروف، نص معروف، و بيحط قدامه طموح وبيسيبه. انت شايف دي تجربه فعلا ناجحه مع الاهلي؟ يعني انا اديت امثله، قلت الاول جريدو، بعدين كارتيرون، وبعدين الراجل اللي اسمه فايلر وموسيماني ولاسارتي وناس كتيره وموسيماني. يعني التجارب دي كلها كانت موجوده، اسماء نص معروفه، لكن اقواهم كان فايلر وبعد وموسيماني، دول اكتر اتنين قدروا. هل المدرسه دي انت شايف انها انجح؟ يبقى اسم مش معروف قوي او لسه صغير في السن، طموحه بيبقى جاي عايز رغبه وعنده طموح، هل انت شايف ان ده افضل بالنسبه للنادي الاهلي؟ للامانه اكلمك بكل صراحه، انا كنت حابب النادي الاهلي يمشي التجربه زي انا نفسي في مدرب يكون طموح، عنده فكر جديد، ليه اسلوبه، مدرب يصنع انجازات مع النادي الاهلي. النادي الاهلي كل المدربين اللي دخلوا خدوا بطولات. يعني هنقول لو سامي قمصان كمل لنهايه الموسم، لما كان ربنا يكرمه ببطوله او بطولتين على الاقل.
من البطولات اللي جايه. اللي بيجي انا نفسي ان يجي مدرب يعمل اسلوب للنادي الاهلي، شكل للفريق، تبقى المنظومه هي النجم الاول مش اللاعب، المنظومه بتاعته. وانا شايف ان في اوروبا المدربين الصغيرين عاملين شكل كويس جدا في اكتر من دوله، ويمكن البرتغال مايله لينا شويه، وان كان انا هقولها ويعني متعطش شويه ان احنا بنميل للحته المهاريه شويه، وهم اسلوبهم طابع اوروبي او اوروبيين بطابع برازيلي اللي هو عندهم كوره شويه شبهنا، يعني شبهنا من بعيد يعني شبهنا، عشان نقول ايه، لان طبعا المواهب قلت شويه، لكن النادي الاهلي عنده خامه من اللعيبه المميزه يقدر اي مدرب. يعني انت مع فكره ان يبقى المدرب عنده طموح كبير مع كواليتي من اللعيبه كويس، مع اداره مستقره اكتر من السي في نفسه، اكتر من السي في، مش لازم يكون محقق 3 دوري في البرتغال ولا 5 كاس ولا لا لا. طب ما هقول لك حاجه، يعني جوزيه لما جه النادي الاهلي هو اتنجم وصنع اسطورته مع الاهلي، حتى لما خرج ما عملش، حتى ما خرج كان يرجع الاهلي يعمل، يخرج ما يعملش، يرجع الاهلي يعمل، يخرج ما يعملش. يبقى اذا هي تجربه ناجحه، وانا شايف ان البرتغاليين اسلوبهم قريب مننا ومدرب صغير، فانا شايف ان التجربه دي، وحي النادي الاهلي على اختيارهم لمدرب. اهم حاجه بس ما يعملش فينا مقلب حراميه ونلاقي حد تاني بكره. واشكرك كابتن احمد كشري نجم النادي الاهلي.